طيب بالنسبة للحضور الجماهيري، التذاكر نفذت خلاص، قربت تخلص ولا لسه في بعض التذاكر؟ والله اليوم سبحان الله اليوم كان في إقبال كبير، حتى احنا طبعا التذاكر تنحجز الاونلاين يعني لدرجة ان السيستم تعطل شوي من كثر شراء التذاكر، خاصة بعد وصول كابتن محمد صلاح وظهوره، شفتوه اعتقد في بعض الصور خرجت للناس، فضل من الله يعني الامور ماشيه حسب يعني ما احنا نتمنى. طبعا ان الجماهير تحضر الحدث الكبير، مباراه دوليه وديه على مستوى عالي، واتوقع الجهاز الفني محضر لهذه المباراه، جهاز فني لمنتخبنا، انا اقول لك منتخبنا لان المنتخب هو ده منتخب مصر منتخبنا، والدليل على ذلك حب يعني المفروض يوصلوا يعني يوصلون البلاد حسب الاتفاق تاريخ 16، بس فضل المدير الفني ان يقوم بدري يعني 3 ايام علشان يحضروا المباراه هذه الكبيره، وهذه اعتقد اثبات وجود ان منتخب مصر من المنتخبات العريقه، واللي هي يعني انا تمثل يعني من افضل المنتخبات في العالم في التصنيف. نتمنى ان شاء الله لهم التوفيق، وخاصه الخصم ما هو سهل، الخصم عنده بالنسبه له البروفه النهائيه لاستعداد لكاس العالم عزيز. واكيد راح يخوضها بالتشكيله الاساسيه، فان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه حلوه ان شاء الله، واولادنا ان شاء الله يقدمون مستوى